حكم عسكري مبني على افكار المصريين ونهج ثروه امبارح. ده واحد. الحاجه الثانيه ان المجموعات السياسيه والثوريه اللي قررت مقاطعه هذه الانتخابات شافت فيها ان هي مسرحيه تستكمل فيها بعض الاجراءات في الانتخابات الرئاسيه علشان عبد الفتاح السيسي يبقى رئيس للجمهوريه، فقررت مقاطعه الانتخابات. لكن المجموعات اللي قررت المشاركه والمجموعات اللي قررت المقاطعه بتفق ان هي هتبقى ضد عبد الفتاح السيسي في كل ميدان وفي كل موقع. ضد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، ضد عبد الفتاح السيسي في الشارع وفي الميادين وفي الجامعات وفي كل المواقع. الان مواجهه اخرى ما بين جنرال ملتف حول النظام قائد ثوره مضاده عامل مذابح، وما بين حمدين صباحي اللي القوى السورية بتعتبر شخص اصلاحي متردد ما بين الثوره والثوره المضاده. ما نقدرش نساوي ما بينهم، وعلينا ان احنا ما نقولش ان احنا على مسافه واحده من الجميع. من يقول انني على مسافه واحده ما بين حمدين صباحي والسيسي موقفه غلط. السيسي هو جنرال قوى في المخابرات الحربيه المشرف على موقعة الجمل، و9 مارس و28 فبراير ومسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ثم الانقلاب العسكري وما بعد الانقلاب العسكري، وشخص يتحكم في الدبابات وفي الاعلام وفي رجال الاعمال وفي الشرطه، وحمدين صباحي شخص متردد ومتذبذب في مواقفه السياسيه. مفيش مساواه ما بينهم على الاطلاق. يا عم السيسي انت كذاب واللي بعتك كمان كذاب. مش بالسل هنشوفك خير ولا نسترجع منك خير. انت كلب الحاكم واحنا الطير. انت لسه كوت واحنا بنبني بيوت. احنا صوت ساعد بتحب الدنيا صوت. طبعا قبل ما اوضح عن سلسله الفعاليات في الجامعات المصريه، احب اوضح ان الطلاب هم دايما على مدار السنوات السابقه هم مشعلي الثورات بجانب العمال والفلاحين حاليا. وفي السنة السابقة برضو عدد الطلاب المعتبرين يبقى الغالب، عدد الشهداء من الطلاب يبقى الغالب، اللي بيعملوا دايما ثورات وإنقاذات في الميادين دايما طلاب.